شاء الله. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن استعدادات الأهلي هنروح دلوقتي نشوف التقرير ده مع حضراتكم. الأهلي بيواصل تدريباته وسط حالة من الجدية وسط حالة من التركيز، هنشوف ده ونرجع تاني. على قدم وساق يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته من أجل عودة بطولة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف قاربت 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وما فرضه من تعليق للبطولات الرياضية ومختلف الأحداث حول العالم وليس في مصر فقط. ووضعت الحكومة المصرية في الأسابيع الأخيرة الأمور في نصابها الصحيح وأكدت على عودة بطولة الدوري الممتاز للتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنها قادرة على المضي قدما في مختلف المجالات. وكان النادي الأهلي سباقا كعادته، وحرص جهاز كرة القدم في النادي على أن يكون الفريق على أهبة الاستعداد وأن يكون جاهزا لعودة المنافسات في أي وقت، وهو ما جنى الفريق ثماره بالظهور بصورة طيبة في المباراة الودية الأخيرة التي خاضها أمام كل من سموحة والجونة، والتي كشفت عن أن اللاعبين في حالة فنية ومعنوية مرتفعة وجاهزون للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز. السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي كان حريصا خلال فترة العزل المنزلي على أن يؤدي اللاعبون تدريبات يومية في منازلهم للحفاظ على لياقتهم الفنية، وكان يتابع بشكل مستمر رفقة مساعديه تدريبات كل لاعب والقيام بما طلبه منه حتى لا يتأثر الفريق بهذه الفترة الطويلة من التجميد. عشاق القلعة الحمراء يشعرون بالثقة الكبيرة في فريقهم ويطمئنون في قدرته على حسم اللقب سريعا ومواصلة مشواره الرائع الذي ظهر عليه قبل توقف البطولة، حيث تغلب على جميع منافسيه وتعادل في مباراة واحدة فقط من أصل 17 مباراة خاضها ليجمع 49 نقطة يتربع بها على قمة جدول الترتيب بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة وبفارق 16 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني فريق المقاولون العرب. هذا الفارق الكبير لا يغير شيئا من طبيعة الشياطين الحمر ولا من استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة الصعبة، فالجدية والتركيز يسيطران على تدريبات الفريق استعدادا لعودة عجلة المباريات بمواجهة إمبي الصعبة المقررة على استاد القاهرة يوم 9 من الشهر الجاري. لاعبو الأهلي يدركون جيدا قيمة القميص الذي يرتدونه ويرغبون في حسم بطولتهم المفضلة سريعا من أجل التفرغ للأميرة الإفريقية دوري أبطال إفريقيا، الحلم الأكبر الذي ينتظره كل عشاق القلعة الحمراء من فايلر ورجاله في الفترة المقبلة.